تزامنا مع العودة إلى المدارس، تواصل مديريات الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في تأمين سلامة الطلبة، وذلك من خلال تكثيف التواجد بالقرب من محيط المدارس لتحقيق أعلى معدلات السلامة العامة. تعمل المديريات الأمنية بوزارة الداخلية ومن خلال جهودها المكثفة مع عودة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية للمدارس، وذلك ترسيخا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية المعمول بها. وفي هذا الإطار تعمل مديرية شرطة محافظة العاصمة على تأمين سلامة أبنائنا الطلبة بالقرب من محيط المدارس. نحمد الله سبحانه وتعالى على عودة حياة دراسية طبيعتها وعودة الطلبة للمقاعد الدراسية. بناء على ذلك قامت مديرية العاصمة بإعداد خطة متكاملة لاستقبال العام الدراسي 2022-2023، وذلك ضمان وصول الطلبة والطاقم التعليم والإداري للمقاعد الدراسية بشكل بسيط وميسر، مع الأخذ بعين الاعتبار جانب أمن السلامة. هدف من هذه الخطة هو نجاح الموسم الدراسي وتوفير بيئة دراسية آمنة. رسالتنا لأولياء الأمور الطلبة، تعاونكم معنا يسهل عملنا ويساهم في انسياب الحركة المرورية وسلامة الجميع. ولأولياء الأمور مسؤولية مشتركة ودورا بارزا في الحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات وتعزيز السلامة العامة. الله يجزاهم خير، مرتبين الشارع، منظم، مرتب، ما في أي تعطيل حق سير السيارات وما في أي تأخير حق دواماتنا. نشكر رجال الأمن على القيام بدورهم الفعال في تنظيم السير عند المدارس، وقايمين بدورهم وبواجبهم وفوق الواجب، والله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله، وهم صمام الأمان لنا، جزاهم الله خير. تأتي هذه الجهود الأمنية والاجتماعية بمختلف الإدارات المعنية بوزارة الداخلية تزامنا مع العودة للمدارس بتكثيف التواجد في محيط المدارس بكافة محافظات المملكة لضمان السلامة العامة للجميع وانسياب الحركة المرورية بكل يسر وسهولة.